مجريات المعارك مشاهدينا الكرام بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي شرق الفرات إلى أين وصلت؟ ومتى سيطوى ملف داعش شرق الفرات؟ دعونا نشاهد التقرير التالي ونعود للنقاش. المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأن الحملة العسكرية الأخيرة التي بدأتها قوات سوريا الديمقراطية بهدف القضاء على آخر الجيوب المتبقية لتنظيم داعش الإرهابي شرقي الفرات ما زالت مستمرة لليوم الرابع عشر على التوالي، وتتركز الاشتباكات في محوري السوسة والباغوز مع مناوشات متفرقة على محاور أخرى في أطراف الجيب ذاته، وسط عمليات تمشيط من قبل قسد للمناطق التي تقدمت فيها للتأكد من خلوها من ألغام أو عناصر متوارين. وبحسب مصادر موثوقة للمرصد، فإن عمليات تقدم قسد والتحالف الدولي في محور الباغوز تعيقها الخنادق والأنفاق التي عمد التنظيم إلى حفرها ضمن بساتين وحقول في المنطقة بوقت سابق، فضلا عن الألغام الليزرية التي لا ترى بالعين المجردة التي نصبها عناصر التنظيم، بالإضافة للألغام الاعتيادية التي جرى زرعها بكثرة في أماكن متفرقة من المناطق الخاضعة لداعش. وأضافت المصادر أن الهجمات الانتحارية والمباغتة التي ينفذها عناصر داعش هي من معوقات التقدم، حيث أن غالبية عناصر التنظيم من الجنسيات الآسيوية، حيث يعمدون إلى تنفيذ عمليات مباغتة وانتحارية بأعداد قليلة لا تتجاوز 5 عناصر وينشطون مساء. ووفقا للمرصد، ارتفع عدد القتلى في صفوف تنظيم داعش إلى 126، ولا تزال أعداد من قتلوا وقضوا مرشحة للارتفاع بسبب وجود معلومات عن خسائر بشرية أخرى ووجود جرحى بحالات خطرة، فضلا عن أنباء عن اعتقال عدد من عناصر التنظيم الأجانب أثناء محاولتهم الفرار، بينهم إيطالي. يشار أن قسد تمكنت قبل يومين من تحرير قرية الباغوس فوقاني، والتي تعتبر بوابة تحرير مدينة هجين آخر معاقل داعش شرقي الفرات. مشاهدينا الكرام، ولتفاصيل أكثر حيال هذا الموضوع ينضم إلينا من الشمال السوري كينو جبرائيل، الناطق الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية. سيد كينو، مرحبا. أهلا وسهلا بكم. بداية، إلى أين وصلت المعارك بين قواتكم وتنظيم داعش شرق الفرات سيد كينو؟ تفضل. تمام. العمليات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية مستمرة منذ 15 يوم في معركة بحر الإرهاب. وهي العملية الأخيرة لنا من أجل تحرير الجبل الأخير الذي يتواجد فيه داعش في القسم الشمالي الشرقي من سوريا. العمليات مستمرة، وخاصة بعد الانتهاء من تحرير قرية الباغوس والذي حصل قبل عدة أيام، ومن خلاله تمكنت قواتنا من تحرير كامل القرية وعملت على تنظيم مراكز دفاعية لها في القرية، بينما تقوم فرق مختصة بتمشيطها من أجل الكشف عن الألغام و العبوات الناسفة الموجودة في المنطقة والكشف عن الأنفاق والملاجئ التي عمل تنظيم داعش الإرهابي على وضعها في المنطقة بأعداد كبيرة، لمنع حصول عمليات من خلف مقاتلين وضمان الأمان الأمنية الكاملة للمنطقة. من ناحية أخرى، طبعا تستمر الاشتباكات والتقدمات لقوات سوريا الديمقراطية في المحاور الأخرى وبشكل أساسي في محور السوسة وبشكل بسيط في محور بلدة هجين، حيث تمكنت قواتنا من التقدم طبعا عدة كيلومترات، تقريبا 2.5 كيلومتر في محور قرية السوسة. وطبعا هذا الأمر يحصل نتيجة الاشتباكات القوية والمقاومة الكبيرة من قبل إرهابي داعش. التقدم طبعا بطيء كما أسلفنا سابقا أيضا وفي مقابلات أخرى، نتيجة العدد الكبير للألغام الذي يتم استعماله والأنفاق والملاجئ الموجودة بكثرة في المناطق الصحراوية خاصة. طب سيد كينو، هل من مدة تقديرية لطوي ملف داعش شرق الفرات عسكريا؟ طبعا لا يوجد برنامج زمني محدد يتم العمل عليه، ولكن العملية العسكرية تجري هناك تقدم على الرغم من كونه بطيء، ولكن العمليات سوف تاخذ منها الكثير من الوقت، حيث ان المعوقات الموجوده امامنا كثيره، احداها وجود المدنيين باعداد كبيره في المناطق التي لا يسيطر عليها داعش، وكونهم اولويه بالنسبه لنا
فهذا يعرقل العمليات العسكرية والتقدم العسكري لقواتنا. من ناحية أخرى، العدد الكبير للألغام والعبوات الناسفة والتكتيكات التي يستعملها داعش، وخاصة موضوع الأنفاق والملاجئ الموجودة في جميع المناطق، إضافة إلى ذلك طبعا العوامل الجوية والجغرافية للمنطقة بشكل أساسي، عواصف الرمليات تحصل أحيانا، أو من ناحية أخرى كما قلنا الطبيعة الصحراوية في أو المنبسطة بشكل كبير التي تخفي بشكل جيد الملاجئ والأنفاق التي تشكلها داعش. ومن ناحية أخرى في بعض المحاور البساتين المنتشرة في القرى والمزارع المختلفة تؤدي أو تشكل غطاء طبيعي لهذه داعش، وهذا يصعب ويؤخر العمليات بشكل جيد. طب معلومات تحدثت أو مصادر تحدثت عن اعتقال عدد من عناصر داعش الأجانب، هل من تفاصيل حيال ذلك؟ طبعا ليس لدي معلومات كاملة حول هذا الموضوع، لكن يتم العمل بشكل طبيعي على اعتقال العدد الكبير من أصحاب داعش، سواء كانوا المحليين أو الأجانب منهم. طبعا وصلت معلومات باعتقال مقاتل أجنبي بشكل أساسي بريطاني لإرهابي داعش أثناء محاولته الفرار من مناطق سيطرة داعش، وهذا يدل على فقدانهم الأمل بالنجاح أو أي فرصة للنجاح في العمليات التي تجري ضدهم حاليا. وعلى هذا الأساس، وكما حصل في المراحل السابقة، هناك العديد من قادتهم الميدانيين يعملون على الهرب أو يقومون بتسليم أنفسهم لقواتنا. نعم، شكرا جزيلا لكم السيد كينو جبرائيل، ناطق رسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية، حدثتنا من الشمال السوري. إذا أستاذ مكسب، يعني أصبح وجود تنظيم داعش محصور بعدة كيلومترات مربعة بريف دير الزور، بالنسبة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، هل القضاء على الجزء الظاهر من داعش يفي بالغرض؟ القضاء على الجزء الظاهر هذا أعتقد لا يفي بالغرض، لأنه هذه بداية مرحلة أخرى، وهذه المرحلة الأخرى تبدأ بالتجهيز الفكري، التخلص من أفكار داعش الموجودة حاليا. والحد الآن هذه اللحظة لم ينتهي داعش، داعش الآن يحاول أن يلتف حقيقة، ويجب أن ندرك هذا الموضوع بشكل جيد. الآن داعش ما بقي له من الناحية العسكرية شيء بسيط، ولكن سوف يتمسك بكل قوة بهذا الذي بقي له، وأن استطاع أن يلتف فهو لن يتردد لحظة واحدة في الالتفاف. ورأينا أنه له في عمليات الكري والفر له خبرة في هذا المجال، وكيف فعل بالبكمال وكذلك في تدمر، ويجب علينا أن نحسب هذه الحسابات وبشكل جيد. هذه من الناحية العسكرية. تأتي هناك من الناحية الفكرية، داعش رغم أنه من الناحية العسكرية أفل، ولكن حقيقة لابد لا زالت هناك بذور للفكر الداعشي موجودة، وعلينا أن نقتلع هذه البذور أو نجفف هذه البذور ولا نجعلها تنمو، ولكن عملية تغيير هذا الفكر والقضاء على هذه البذور، وأن الاستفادة وتحويلها إلى الفكر الصحيح، الفكر الإنساني، وتطويرها إلى فكر ديمقراطي، فكر تعايشي، ونبذ الفكر التطرفي الذي عمل داعش على زرعه وغرسه. وبالتالي نكون في هذه العملية قد انتصرنا على داعش من الناحية العسكرية، وأيضا من الناحية الفكرية، بتحويل هذا الفكر من فكر متطرف ومن فكر ينبذ الآخر إلى فكر تعايشي، فكر سلمي. وهذا الأمر ممكن، ولكن يحتاج إلى جهود، وجهود جبارة من كافة الأصحاب. نعم، طب الانتقال إليك أستاذ سينم، يعني تهيئة البنية التحتية والأجهزة الأمنية وتفعيل دور المؤسسات يعني في المناطق المحررة، ألا يعتبر حاجة ملحة لعدم ظهور تنظيم داعش ولكن بمسميات جديدة لربما؟ نعم، طبعا كما ذكر الأخ بأن تنظيم داعش يعني هو على قريبا على الانتهاء، وخاصة بأنه يستميت استباتة في الدفاع عن مناطقه الأخيرة كهجين وغيرها. ولكن أريد أن أحيي قوات قسد سوريا الديمقراطية التي استطاعت بالفعل أن تعطي مثالا رائعا في التضحية وفي القتال وفي الثبات وفي التنظيم وفي كل شيء. يعني هذا بالفعل نستطيع أن نقول أن يكون هذا الجيش هو نواة لجيش سوريا المستقبل الصحيح. بالنسبة لي يعني دور المؤسسات المدنية هنا يأتي. دور المؤسسات المدنية الآن ضرورة ملحة جدا في هذه المرحلة. كيف نستطيع أن نبني فكرا نيرا وفكرا
يعني مغايرا للفكر اللي كان موجود في هذه المناطق. نعم. هذا يعني يتطلب جهدا كبيرا وجهدا دوليا وليس محليا. نحن لوحدنا في مناطقنا لا نستطيع أن نقوم بهذا العبء. هذا العبء يحتاج إلى تحالف دولي، إلى دعم دولي، لأن المناطق التي تكون فيها عدم استقرار وفوضى، هذه المناطق تكون عرضة لإنبات أو لظهور فكر متطرف دائما. لذلك هذه المناطق التي تحررت الآن عسكريا مناطق مدبرة، مناطق ما تزال هناك خطورة الألغام موجود فيها، مناطق أطفالها لم يذهبوا إلى المدارس منذ فترة طويلة، مناطق الناحية الصحية غير متوفرة. لذلك علينا الآن أن نركز على دور منظمات المجتمع المدني، على 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 دور دعم هذه المنظمات في إعادة الاستقرار أولا في هذه المناطق، ثانيا في إعادة التأهيل التربوي، يعني أن يكون هناك كما ذكرت سابقا أن يكون هناك مناهج تربوية تستطيع أن يعني تربي جيلا جديدا على فكر مغاير للذي تعلموه. ثالثا هناك الناحية الصحية، أيضا الناحية الصحية، يعني أن نقول دعم إعادة إعمار في هذه المناطق من كافة النواحي، إعادة إعمار للبناء، للمباني، إعادة إعمار مشافي، للمدارس، لتأهيل الناس المتواجدين في هذه المنطقة، تأهيل المجتمع. هذا يتطلب جهدا كبيرا، وأعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية أدركت ذلك والتحالف أدرك ذلك، ولكن ربما يكون الفواتير التي تدفع عن طريق دول أخرى، هذا ما أعتقد. ولكن الآن دور المنظمات المجتمع المدني أن عليها أن تقوم بدورها في مناطقنا وأن تطلب الدعم الدولي لعملها في هذه المناطق. نعم. طب بعودة لك سيد مكسب، يعني ما الذي سيحدث بعد القضاء على، أو عفوا ما الذي سيحدث يعني من وجهة نظركم بعد القضاء على آخر جيوب داعش شرق الفرات؟ طبعا بعد أن يتم القضاء على جيوب داعش في هذه المنطقة أو في شمال سوريا، المفروض والواجب حدوثه هو العمل على تهيئة هذه المناطق وإعادة هيكلتها من جديد وإعادة إزالة كافة مخلفات داعش. هذا الذي يجب أن يكون في المستقبل. لذلك يجب على المؤسسات المعنية بهذا الخصوص أن تعمل جاهدة لتحقيق هذا الشيء على أرض الواقع. فكما هناك تحرير عسكري، يجب أن يكون هناك تحرير فكري، هناك تحرير اقتصادي، تحرير اجتماعي. يجب التحرير العسكري الذي تم في تلك المنطقة يجب أن يوافقه تحرير على كافة الأصعدة، بالتالي لتهيئة وبناء جيل يكون بعيد كل البعد عن داعش وأخواتها. نعود إليك أستاذ سينم، ما هو الهدف النهائي لقوات سوريا الديمقراطية؟ طبعا قوات سوريا الديمقراطية ذكرت بأنها لها فكر ومشروع في جميع أنحاء الأراضي السورية، وهو عبارة عن مشروع تعددي ديمقراطي لبناء سوريا تعددية تشاركية ديمقراطية لا مركزية. هذا هو مشروعهم، وإعادة الاستقرار في، يعني هذا المشروع سياسي لمسدي، ولكن تدعمه قوات سوريا الديمقراطية طبعا. وهذا دور قسدي وقوات سوريا الديمقراطية في هذا بعد انتهاء داعش هو الحفاظ على الأمن في هذه المنطقة، يعني إعادة الإعمار الاقتصادية والفكرية هذه تحتاج إلى حماية. فمن الذي يستطيع أن يحمي هذه المناطق؟ ما زلنا نحن نقول الفكر متواجد، ما زال هناك تخوف من إيجاد بعض الخلايا النائمة المتواجدة بين في المناطق ربما يعود ثانية، وهذا كان تخوف من الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الموضوع. كان دائما تقول إن قضينا على داعش نحن نخاف من عودة داعش مرة أخرى بحلة جديدة كما يقال. لذلك قصدي هي دورها لن يتوقف في انتهاء داعش عسكريا، ولكن قصدي سيكون لها دورا أهم أيضا الآن، وهو عبارة عن حماية هذه المناطق، على رعاية هذه المنطقة بحيث تضمن عدم عودة هذه الخلايا الإرهابية، وحماية. وأيضا هناك الألغام التي زرعت في هذه المناطق
هناك أيضا قصد، أعتقد بأنها ستكون أيضا لها دور في هذا المجال في إزالة الألغام من خلال منظمات مدنية تقوم مختصة بهذا الشأن. قصد سيكون لها دور كبير فيما بعد داعش وانتهاء من الخلايا الإرهابية. ربما الأراضي السورية ما زال هناك كثير من الإرهابيين، وقصد أعلنت مرارا وتكرارا بأنها على استعداد أن تطهر الأرض السورية أينما كانت من خلايا الإرهاب وداعش. نعم، نفتح المحور الأخير من ملف حديث اليوم لو سمحت لضيوف الأكارم والسادة المشاهدين.